الفنان كمال بوعكاز وايضا اسر رفقائه تحدثوا عن الاضرار النفسيه التي حصلت بسبب حمله التشهير التي تمت في حقهم. اهلا بك بلقيس، مشاركي بلقيس. مليحه. احكي لي واش تقولي لباباك؟ ان شاء الله يخرج وكيخرج نفرح به. نعم، واش راهم يديروا لك في الشارع؟ انا قالوا لي بلي يسقسوك انه هو باباك، باباك هو في الحبس. احكي لنا شويه على هذا. ما يحكوليش غير مو نو. نعم، وغدوه المحاكمه تاعو واش تقول يعني في هذا ان شاء الله يخرج، ان شاء الله يا ربي يطلق صراحه. نعم، كيفاش راكي تشعري انت يا طفله صغيره باباك غاب عليك مده، وشنو هو شعورك يعني؟ والو توحشتيه؟ مالوزمون اكيد وحشتو. با وي، يبقى هذا نيدا توحشيه ان شاء الله يردي بالوحشة تاعك ويرجع لك للدار ان شاء الله. نعم، هذه هي دموع كما تشاهد دموع ابنة كمال بوعكاز، والتي تريد من العدالة الجزائرية ان ترده الى بيته لتعيش بين احضان والدها. الامر نفسه بالنسبة لبنت الاخرى بتول التي الان كما تشاهدون دموع الشوق الى الاب، طبعا عماد البيت. بتول علاش راكي تبكي؟ وحشتو. مي مونك. واش تقولي للجمهور اللي راه يشوف فيه؟ واش تقولي غدا راح يحاكمو؟ واش تقولي لهم؟ واش تطلبي منهم؟ ان شاء الله ربي يطلق سراحه. هي هكذا الدموع، دموع الأبناء الذين يعيشون مدة من الزمن في غياب الوالد.